المشروع بديها يعتبر هو الامتداد الطبيعي للسنين الطويلة اللي فاتت اللي حققت فيها بالم هيلز نجاح في انها توفر لعملائها السكن المناسب اللي كان يتناسب مع المراحل والسنين اللي فاتت. بالم هيلز النهاردة بتوفر مدينة جديدة بتوفر لعملائها والسكان ما هم في احتياج إليه في ظل كل الظروف المتغيرات اللي بيمر بيها الاقتصاد المصري، وبتراعي في توفير هذه المدينة إنها تكون مدينة متكاملة فيها جميع وسائل الحياة الصحية السليمة اللي بيحتاجها عملائنا الكرام، وتعودوا إن احنا دايما بنقدم لهم ده من خلال مشروع بيتميز بوحدات مقاساتها ومساحتها مناسبة للاحتياج النهاردة. احنا عندنا بنبدأ من شقق أوضة وصالة لحد الفلل، بس ترعى في كل تصميماتها انها يبقى زيادة الكفاءة والإفشنسي في التصميمات لتكون في متناول الشباب الجديد. احنا مسمينها The Creative City، هي مدينة الإبداع، مدينة الثقافة اللي بنقدمها في بقى السنة اللي فاتت، والحمد لله حققنا فيها نجاح. السنة اللي فاتت يمكن تجاوزنا وصلنا الخمسة مليار مبيعات في أول لونش. هي بادية عبارة عن ست أحياء وداون تاون، حتى 6+1. احنا بنبدأ في الديستريكت الأولاني، الديستريكت ده بالسنتر بالسيتي بالديستريكت سنتر بتاعه في كل الخدمات، كأنه على ليفل الديستريكت هو متكامل بيوفر كل احتياجات السكان اللي فيه من أنشطة تعليمية صحية ثقافية ترفيهية، مع فكر جديد في توزيع اللاندسكيب جوه هذه المناطق السكنية سواء هي فيلات أو عمارات، لي يعني زي ما بيقولوا لازم نتوافق مع الـ UNDP goals في الـ sustainability والـ efficiency. مدينة ذكية بتعتمد في إدارتها على الوصول إلى الحد الأمثل في مصاريف التشغيل، لأن النهاردة ما بقاش العبء فقط هو ثمن العقار أو الوحدة السكنية، إنما بقين عنصر مهم جدا بالم هيلز بتبص له وأخدها في اعتبارها في دراسة هذه المدينة هو تكلفة الحياة في هذه المدينة وتكلفة المرافق. وإحنا بنتعاون الحقيقة مع كل الخبرات المصرية فيه، وبالإضافة طبعا إلى المكاتب الألمانية المتميزة في هذا المجال زي ألبرت شبير، زي دريزن سومر، زي يوليوس برجر، كلهم كونسلتنتس موجودين معانا لنقل الخبرة الأوروبية في تحقيق أفضل المدن اللي تكون مناسبة للمواطن المصري في المستقبل. جزء من أهدافنا في البادية إن احنا بنتعاون مع تعاقدنا مع أو يعني في شراكة بيننا وبين بكوني دي تعتبر سابع أفضل جامعة كوليدج في تقديم الدراسات بتاعة البيزنس والفاينانس، وإحنا معاهم بنقدر نقدم بدأنا بروجرام السنة دي، وإن شاء الله يبقوا معنا كتوفير التعليم المناسب للسكان اللي هيبقوا موجودين عندنا في بادية إن شاء الله.